صغار حرموا من دفء العائلة وسط منزل هادئ، ووجدوا الاحتلال كابوسا مظلما وسط أحلام انتهكت براءتهم وسلبت طفولتهم. هنا في قطاع غزة، حيث يدفع الأطفال الثمن الأكبر للعدوان والحصار الإسرائيلي، فداخل مستشفى نصر الطبي التي تعمل بشكل جزئي ترقد طفلة على السرير تعاني من مضاعفات المرض، فيما يعتصر الألم قلب أمها مع ضعف الإمكانيات والموارد الطبية. بنتي كانت حالتها كويسة وكانت تقعد وتصحى وكانت أمورها تمام، رحلنا هان البنت صار عندها سوء تغذية من الحل اللي احنا فيه، بنت عبرت بمشاكل من سوء التغذية، صار معها جفاف، عمل معها سوء ارتخاء وضعف البوتاسيوم، وصار عندها حمضيات في الدم، وعدت إلى التهابات بالرئتين، وأنا بنت بتحتاج إلى تطعيم للارتخاء، بس أنا ما بقدر أروح للمكان اللي هي راح تطعم فيه بسبب اللي إحنا فيه والحل اللي إحنا فيه والحرب اللي إحنا فيه، تحتاج هي إبرة للشلل، وما بقدر إني أنا أروح للنتفة اللي هي بتصلها. مشاعر أسوأ تفتك بقلوب كبار السن الذين يرون أحفادهم يتألمون ولا يتكلمون، منهكون غير قادرين حتى على البكاء. كل يوم مع بنت ابني هذه بموت 100 موتة وأنا بتفرج عليها هيك، مش عارفين نعملها أي حاجة. يعني أنا بطالب العالم كله، كل من عنده قلب رحيم يعمل لنا حالة إنسانية بوقفة طلاق نار، اللي نطلع الأطفال تاخد إبرة الشلل بتاعتها، اللي كان المريض اللي زيك اللي بده سفر يفتحوا لنا المعابر يسافر. يعني احنا كل يوم كل شعب فلسطين مهدد، كل منطقة مهددة، وين ما نروح احنا خايفين نطلع. انا بنت ابني يعني جتها الحالة هذه وانا خايفة اطلع فيها، قالوا لي بدك تطلع فيها عناصر من شهداء الاقصى، كانت نامة في شهداء الاقصى هددوا شهداء الاقصى، قالوا لنا ما تعدى عليها اليهود. انا خفت اطلع فيها لانه مش امنة من شهداء الاقصى، وهي انا بسعاف ما كنت خايفة اطلع فيها. الأطباء في غزة يواصلون المناشدة بأعلى صوت للعالم لإيقاف العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 320 يوما من أجل صغار خارت قواهم من تداعيات الحرب. الجميع يعاني من صعوبة الوصول إلى النقاط الطبية والمستشفيات، عدم توفر الأمان اللازم لهذه العائلات لنقل أطفالهم لتلقي التطعيمات. يعني نطالب حل صراحة بالمجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على جميع النواحي وجميع الأطراف لتوفير هدنة إنسانية لتمكين الطواقم الطبية والنقاط الطبية والمراكز الصحية بتوزيع وتطعيم الأطفال ضد شلل اللقاح لتجنب الأوبئة الصحية. ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لا تزال مستمرة، لا سيما إزاء الأطفال والنساء في الأراضي المحتلة، رغم مناشدات المنظمة الدولية التي تطالب باحترام المواثيق الدولية أو حتى المواثيق الإنسانية في أقل تقدير.